السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مبرمج أحمد محمدي وحلقة جديدة من كورسيرا، كورس تعلم البرمجة باستخدام لغة الجو الجميلة. والنهاردة هنتكلم عن حاجة جديدة أو جميلة جدا اسمها المابز، وعلى فكرة مهمة جدا جدا جدا، فخليكوا معنا. الحلقات اللي فاتت خدنا فيها الاريز والسلايز، واتكلمنا عن الاري وعملنا يعني زي ما تقول كده ايه تدريبات على الاريز كمان، وفهمنا الاريز كويس جدا. بس يعني كل الاريز اللي كنا بنكتبها كانت بتكتب بالطريقه ديت، اللي هي واحد مثلا اتنين تلاته خمسه معرفش كذا 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 لحد ما يعني المهم يعني ان الاري في النهايه عباره عن مجموعه من الارقام كل او مجموعه من الاوبجكتس، لان طبعا كل اري له تايب ماشي، وكل اوبجكت من دولت او كل كائن من دولت بيواجه اندكس. فانت لو عاوز تروح لإليمنت منهم ماشي لازم تكون عارف الاندكس بتاعه. طيب انت الكلام دوت مثلا ممكن لحاجات المرتبه، اللي مثلا لو انت مثلا مدخل ارقام معينه او ارقام حاجه مثلا معينه في داتابيز، فانت ممكن تعرف الاندكس بتاع كل حاجه منهم ماشي. لكن لو فرضنا ان انت مثلا بتتعامل مع ارقام جروس لطلاب، الارقام ديت مثلا او ارقام مثلا كروت اللي هي كروت الشحن بتاعت الموبايلات والحاجات دي، المفروض ان انت تربط الرقم بحاجه تانية غير الاندكس عشان ما يبقاش سهل انك تلاقيه، بحاجه مثلا زي اسم الاندكس. يعني مثلا رقم جلوس الطالب دوت موجود في، لو دخلت اسم الطالب تيجي لك رقم جلوسه ماشي. فاذا يبقى انك انت تستدعيه بحاجه زي كي مفتاح، الكي دوت المفروض ما يبقاش دايما هو الاندكس، يبقى حاجه تانية انت ممكن تعرفها، مثلا كلمه صوره اي حاجه ممكن تعرفها بيه، بحيث انك تقدر تستدعي الشيء التاني دوت اللي مربوط بيه عن طريق الكي دوت. وهنا جت فكره ايه المابز او استخدام الباب في لغه جو ماشي. طبعا الناس اللي درسوا لغات برمجه تانية، هي الماب هي الكوليكشن، وفي بعض اللغات بتسميها الدكشنريز، وبعض اللغات بتسميها الاوتو اري، المهم يعني او لينكد كذا او الليست أو أو, او 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 ليها اسامي كتير. هي حاجه مفيده داخل لغات البرمجه، وممكن نسميها بشكل عام الكوليكشنز ماشي. لكن في لغه جو هي اسمها ماب، فخلينا نلتزم بكلمة ماب. هنقول هنا مثلا map، وعشان نكتب ماب هنستخدم سوري mb بس عشان ده keyword، وهنستخدم map عشان نستخدم كلمة ماب نعرفه ان احنا بنعمل بنكريت ماب. ونقول ان الكي بتاعنا نوعه هنا string، والفاليو اللي هيشيلها هتبقى ايه integer، لو فرضنا مثلا ارقام الجلوس بتاعت ايه الطلبة في امتحان الماب. عشان نشيلايز الماب ديت ممكن نستخدم طريقه سهله جدا، ناخد اللي هو التايب بتاعها كده بتاع الماب، ونقول هي ايكوال ماشي، ونحط التايب ده كده ونفتح قوسين، وفي القوسين دول تدخل بقى ايه عناصر ايه الماب ديت. يعني مثلا ندخل اسم الطالب مثلا احمد، ونقول ان رقم جلوسه 1001 مثلا يعني، ونحط كوما ماشي، وبعد كده ندخل مثلا هنا محمد، ونقول مثلا رقم جلوسه 1003 ماشي، وهنا مثلا ندخل اي هنا صلاح مثلا، ونقول هنا رقم جلوسه مثلا كذا ماشي. احنا كده عملنا ونعمل كوما، احنا كده عملنا انيشلايز للماب ديت ماشي، بطريقه الكلاسيك او بطريقه السيمبل لانيشلايز ايه الماب. تعالوا بقى نشوف شكل الماب ديت لما نعمل لها برنت. فهنيجي نقعد كده ونعمل fmt.println ماشي، وندخل هنا ال mb بتاعتنا هنا كنترول اس، ونيجي هنا نرن ونشوف هيبقى شكلها عامل ازاي. شوف دخلنا الماب كانها اري، بس كل اوبجكت لوحده في الاري دوت، يعني عباره عن اري اي اوف اوبجكتس. بس المرة دي في طريقة تانية للوصول إلى طبيعة الأري دوت، هو عن طريق الكي بتاع كل أوبجكت، وطبعا حاطط لك علامة الماب قبليها عشان يوريك إيه الكي التايب بتاع إيه الأري دوت. ممكن طريقة تانية أعمل بيها الماب، إن أنا أقوم مثلا أعمل هنا الـ MP ماشي،
وانا اقول له هنا يساوي، عم استخدم الكي وورد ميك واحط فيها الفاليو بتاعت الماب او التايب بتاع الماب اللي انا كتبته قبل كده دوت، اللي هو الماب سترينج انت دوت. اوكي، بس طبعا يعني احنا استخدمنا الطريقة ديت، تعالوا نعمل عمليات على الماب ديت احسن ما نشوف طريقة تانية ان احنا نكتبها بيها. تعالوا مثلا ان احنا نقرأ عنصر من عناصر الماب ديت، ماشي. فلو خدنا هنا كده كنترول سي كنترول في وحطينا هنا قوسين وكتبنا مثلا هنا احمد، فالمفروض هو يجيب لي رقم الجلوس بتاع احمد دوت. كنترول اس ونيجي هنا نكلير وبعد كده الرن، وهتلاقيه جاب لك رقم الجلوس بتاع احمد دوت، وده ينطبق على اي عنصر من عناصر الماب ديت، ان انت مجرد ما بتبعت الكي بتاعها هو بيجيب لك الفاليو بتاعت الكي ديت. طيب تعالوا كمان ان احنا ايه نبعت قيمه للماب ديت. تعالوا ناخد دوت هنا كنترول اكس كنترول في، خليه في الاخر هنا عشان كل ما نعمل عمليه تظهر تحت، ماشي. فتعالوا مثلا ايه نغير مثلا رقم الجلوس بتاع محمد، فهنستخدم هنا ام بي ونفتح القوسين بتوعنا وناخد محمد اهوت، ماشي. وهنقول ان مثلا رقم الجلوس بتاعه 100 مثلا 7 غيرناه، ماشي. لو جيت هنا عملت كنترول اس وجينا هنا سي اس ورن، ماشي، وهتلاقي الرقم بقى الرقم اللي هو 107 الجديد، مش ايه الرقم القديم اللي هو كان ايه سوري 1003 بدل 1007 قصدي بدل 1003. بالمصادفه دي الطريقه اللي هو احنا عملنا بيها ايديت هي نفسها الطريقه لو انا عاوز اضيف عنصر داخل ايه الماب ديت. فمثلا ام بي مثلا هندخل اسم زي مثلا ايه سعيد، ماشي، وهنديله مثلا رقم جلوس 1005، لا 1005 موجود، مثلا نقول 1009، ماشي. وهنا كنترول اس، ماشي. وتعالوا نشوف هيبقى تأثيره ايه على الري بتاعنا او على التلتناه، ضاف لنا عنصر جديد بعد اخر عنصر واداله كي واداله فاليو عادي جدا بدون اي مشاكل. طب بقى لو انا عاوز امسح من الماب ديت عنصر اعمل ايه؟ حاجة هستخدم فانكشن كده ثابتة اسمها ديليت، ماشي، وهدخل اسم الماب بتاعتنا كوما واسم الكي اللي انا عاوز اعمل له ديليت اللي هو مثلا هنسميه صلاح، ماشي. انا عاوز امسح صلاح ده ما يبقاش موجود. اوكي، فحاجه هنا هكنترول همسح هنا وهكنترول اس وهاجي هنا ارن وهلاقي انا ما عملت السيف كنترول اس ومسح، وهنا هنلاقي صلاح اختفى، احمد ومحمد وسعيد بس ايه اللي موجودين في الليستة قدامنا. حاجة تانية في المابس لذيذة قوي ان انت ممكن تتشك بخطوة واحدة اذا كان القيمة بتاعت شخص ما او بتاعت كي ما موجودة ولا لا. فتعالى معايا كده فان هنا هنقول اوكي برضو، ماشي، هنا وندخل الماب بتاعتنا ونتشك مثلا على شخص موجود اسمه مثلا خليل، ماشي. والمفروض ان هو لو خليل ده موجود هيحط القيمة بتاعته في الفاليو، ماشي، والاوكي ديت هتبقى بترو، ماشي. لو خليل ده مش موجود هيحط في قيمة الفاليو ديت صفر، ماشي، واوكي ديت هتبقى موجودة. يعني مثلا ممكن نقول كده اف اوكي، ماشي، برنت مثلا ايه لاين او هنا الفال، ماشي. هنقول هنا الس الفال مثلا، هنقول هنا اف ام تي دوت برنت لاين مثلا ان او ان نون، مفيش مش موجود، ماشي. فتعالوا كده كنترول اس ونيجي هنا نرن وهنلاقي النتيجه بتاعتنا ايه ان او ان، لان خليل مش ايه موجود. طب لو فرضنا خليل ده مثلا ده اسمه احنا عملنا له ديليت، لا خلينا ندور على احمد، ماشي، وهنا نقول كنترول اس ونيجي هنا نرن،
هتلاقي ايه جاب لك رقم الجلوس بتاع احمد عادي جدا جدا جدا، لان هو ايه اكزيستد في الماب بتاعتنا. وبكده بتنتهي حلقه النهارده. يا ريت اللي عنده استفسار من اي نوع في الكومنتس بوكس تحت الفيديو. اتمنى الناس تدعم القناه بعمل لايك وشير وسبسكرايب، وما تعملش داونلود للفيديوهات عشان ده بيؤذي المحتوى وبيؤذي القناه، فيا ريت ما نعملش داونلود ونشوفها عامل على منصه يوتيوب. في النهاية نتمنى للجميع التوفيق. كان معكم مبرمج أحمد محمدي، وإلى اللقاء في حلقة قادمة، ودمتم في رعاية الله وحفظه.